ميكرو يقول مثل على انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد المثل شعبي قح اللي غنعطيهم النص وكملنا النص الاخر. النص كيقول اللي غنعطيهم قاصح ولا الا بغيتوا تعرفوا النص الاخر اجوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. استاذي غنعطيك واحد نص مثل شعبي مغربي وتكمل لي النص الاخر ان شاء الله. إن شاء قاصح الله. ولا كذاب؟ انت في حياتك قاصح ولا كذاب؟ ما قاصح ما كذاب، نص 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 نص. كدير لهم خاطرهم بجوج بكل تواضع. وشنو هو الحكمه ديال هذا المثل هذا؟ الحكمه اش نقول لك بالنسبه للحكمه في هذا المثل في الحياه اليوميه خاصك ما تكذبش على الناس. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. يعني تكون قاصح؟ لا ما تكذب، ما فهمتيني، شد العصا من الوسط شويه شويه، يعني ما تكذبش على الناس وما تكونش قاصح. راه حياتي يوميه اللي بغات هذا الشيء، ماشي انت باغي دير المثل الخاطر ديالو. صافي شاد المثل من النص. هذا هو الحكمه من هذا المثل. قاصح ولا كذاب؟ قاصح ولا كذاب؟ دابا انت في الدومين ديالك ديال مسرح الطفل، قاصح ولا كذاب؟ قاصح، ما كذابش. ما كتكذبش؟ لا. كتخدم ديك القصوحيه؟ قصوحيه. وشنو هو الحكمه ديال هذا المثل هذا؟ هاد المثال بكري وحنا كنسمعوه من كنا باقين صغار وكنسمعوه. هاد المثال يعني ديال الناس القدام ديال الستينات والسبعينات والثمانينات وزيد 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 حتى سيدي بوزيد. اييه. وفي نظرك انت بنادم خصو يكون كذاب ولا قاصح؟ ما يكونش كذاب الانسان، خصو يكون قاصح. الكذوب الله ما كيبغيش الكذوب. انت ما عمرك كذبتي؟ لا جامي. واخا هذيك الكذبه بيضاء والو؟ والو جامي جامي جامي. تحياتي. شكرا. قاصح احسن من الكذاب. انت قاصح ولا كذاب؟ انا اخويا كذاب وقاصح بجوجهم بكل تواضع. ليد بيان سيغ، باش نكذب عليك انا قاصح وميم طون كذاب. وشنو هي الحكمه من هذا المثال هذا؟ هذا المثل الاخ، هذا المثل المغربي كيقولوه الناس الاولين اللي هما جدودنا واباء ديالنا، وكاينين الاباء ديال الاباء ديالنا. هذه الحكمه هذه معروفه، حكمه قديمه الاخ. ودابا نتايا واش تبغي الناس يكونوا قاصحين ولا كذابين؟ هو في الصراحه انا ضحكت معاك، ولكن دابا غنشرح لك اكثر. من الاحسن بنادم يكون قاصح، كيقولوا القاصح احسن من الكذاب. صافي فاز، تقول البنادم بوجهه. اكزاكتومون اكزاكتومون، القاصح احسن من الكذاب الاخ. قاصح ولا كذاب؟ انت قاصحه ولا كذابه؟ شويه نص 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 نص. ما قاصح ما كذابه. اه بحال هكاك. وشنو هو الحكمه من هذا، يعني من هذا المثال هذا، الحكمه ديالك؟ مرات نكون مفاعله مرات نكون دايره. ها؟ مرات نكون مفاعله وبعض المرات كنكون رطبه عادي. مره كتكوني رطبه مره مفاعله، هذه الحكمه من هذا المثال هذه؟ لا انا بالنسبه ليا. بالنسبه لك انت هي؟ وبالنسبه للناس؟ هو كل واحد كاين اللي كيتقبلها كاين اللي ما كيتقبلهاش. وانتي دابا واش تقدري انك تكذبي على شي واحد ولا تقولي ليه شي حاجه في وجهه؟ لا نقولها لي في وجهه. اذا انت قاصحه بكل تواضع. قاصح ولا ارطب؟ ارطب ارطب. انت قاصح ولا ارطب؟ ارطب. انت ارطب. هو قاصح ولا كذاب؟ لا قاصح. لا قاصح حسن. قاصح حسن. انت مرطب ما كذاب؟ مرطب ما كذاب. ما كتكذبش كاع؟ لا والو. انت ارطيب في الهضره ديالك توجور. والحكمه ديال هذا المثل شنو هي؟ الحكمه ديالها كاين الناس اللي كيكونوا اختصاصيين في داكشي ديال الشيطانيات، ديال بزاف الحوايج ديال الكذوب. الكذوب وسط الشيطانيات. هي هذيك تاع الشيطانيات. كذوب تاع الشيطانيات راه كذوب. ودابا انت ما كتكذبش، ما كديرش حتى الشيطانيات؟ لا ما والو. لا والو، داكشي مشى في الشباب. داكشي في الشباب. الشباب بكل تواضع. كيقول لك قاصح ولا ما نعرف. ما تعرف كاع. قاصح ولا كذاب؟ كذاب. دابا انت قاصح ولا كذاب؟ لا انا قاصح، انا نيشان، حنا ولد اوروبا نيشان، ما كنجيو لا كذوب لا لا لا. ولد اوروبا نيشان. نيشان اخويا نيشان. دابا انت تقول البلاد مفاص. صافي فاص نيشان، ما تكذبش عليه. لا كذوب لا والو. تحياتي ليك. الله يحفظك يا اخويا. الله يحفظك.